احنا سعيدين النهارده لوجود شركه المستثمر الوطني في سوق ابو ظبي للاوراق الماليه لاعلان ادراج اسهم الشركه كشركه مساهمه خاصه في سوق ابو ظبي للاوراق الماليه على السوق الثاني اللي تم اعلان او تدشين اعلان عنه اليوم من قبل معالي الوزير في مؤتمر في دبي. والشركه عباره عن شركه مساهمه خاصه تاسست من 20 سنه بالضبط، السنه دي هنحتفل بالعيد ال20 للشركه، وبتقدم خدمات الاستثمار المصرفي والملكية الخاصة وإدارة الأصول وإدارة استثمارات الشركة من الملكية الخاصة اللي تجمعت خلال السنين. فإحنا عندنا يعني ثلاث محاور رئيسية بنشتغل عليها، والحمد لله بلغت يعني الشركة تأسست برأس مال صغير بلغ 11 مليون درهم من 20 سنة، اليوم 577 مليون درهم، وحقوق الملكية للمساهمين الصافية 740 مليون درهم. فالحمد لله يعني القيمة الإسمية دلوقتي بقى الدرهم قبل الإصدار أو قبل الإدراج على السوق تم تقسيم السهم من 10 درهم لدرهم، واليوم بيبتدي يتداول على القيمة الإسمية الجديدة.